السلام عليكم، معكم عبد الرحمن المنصور. السلام عليكم، معكم سعود الشريف. اليوم زيارتنا المدارس العليا، تفضلوا معنا. Today we're visiting the Waad Academy with the Saudi International Trophy. صراحة في كل مدرسة نزورها في مواهب وإن شاء الله أنا حريص أن تتمرن وتتواصل اللعب. I think seeing the excitement from the kids when they saw the trophy, that was really really cool. أفضل لحظات اليوم هي شفت الابتسامة والحماس على وجه الطلاب لحظة التصوير مع كأس البطولة. أحب الجولف إنه يعني حاجة مرة حلوة وفيها أشياء كثيرة مرة حلوة، وتدرب اليد وتعلمك كيف تستخدم مخك وكيف تضرب الكرة. When the kids got the chance to play with the snag equipment, there was lots of good swings, lots of balls hitting the target, which was fantastic. وخذنا نظرة أكبر من عن الجهة إنه الجولف رياضة ممتعة وجميلة. نشوفكم إن شاء الله في مدارس أكاديمية العالم. والله كانت تجربة جدا جميلة، كان اكسبيرينس جدا حلو، رياضة جديدة، اكسبيرينس جديد، دايناميك جديد، ما يعني جدا جديد في العالم، تعرفنا على بطل من ابطال العالم. الجولف صراحة كلعبة اكثر احلى شيء فيها الانتراكشن، كيف الناس تقدر تجلس انت واصحابك مع بعض على الجولف كورس، تسوي اكسبيرينسز جميلة مع بعض، نضحك على الجولف كورس. It was a great honor to meet him. It was very interesting to learn his story and his background. I think it's great that Saudi is like getting more into golf. I think it's a very important sport and it's very underrated.